كل الدول للأسف لن مش بس ما بيجدوا اهتمام الدولة لكن كمان بيجدوا مضايقات من المجتمع. عموما نحن نظرنا نادي بحقوقه، يمكن أول أمس كان معنا أستاذ محمد عبد الرحيم قرني في جمعية مبدعين وإعلاميين ولرعاية ذوي الإعاقة، وقل ولا تقل بعض المفاهيم تحدثنا عنها اليوم. حابين نواصل طبعا 3 ديسمبر من كل عام هو اليوم العالمي للمعاق. قبل ذلك احنا شغالين حملة باعتبار ان هذه الشريحة تستحق مننا اكثر واكثر. ايه هي الإعاقة؟ انواع كثيرة من الإعاقات و نتائجها كيف ممكن نتخطاها؟ بتتعالج منها ولا لا؟ كل هذه الأشياء مع بنات شابات بيعملوا في العمل الطوعي في المجال ده، وكذلك من خلال دراستهم بيحاولوا إنه يقدموا ما يستطيعوا. دكتور ريهام الطيب مساء الورد عليك. سلام. كيفك؟ بخير الحمد لله. تمام. اختصاصي علاج طبيعي مش كده؟ لا طبيبة في مجال بديت اشتغلت في مجال الإعاقات وعندي خبرة. وليه اخترت المجال ده تحديدا؟ حقيقة في البداية كنت اخترت المجال ده لمساعدة الأطفال، لكن لما دخلت المجال لقيت أنه المجال أفضل وبيستاهل مساعدة أكثر يعني. فلقيت أنه نفسي مشيت كثير شديدة، لبى الجانب الطوعي في دواخلك أكثر وأكثر. كذلك دكتور عائشة الشامي اختصاصي علاج طبيعي. أيوة يا كيف. مرحب بك. الله يخليك. دكتور عائشة بابتسامتها الجميلة دي أكيد يعني كده بتبسي الامل والعلاج من قبل ما تبدي العلاج. ما شاء الله عليك. بس ان شاء الله. برضه في مجال العمل الطوعي من قبل التخرج مش كده؟ ايوه شغالين عموما في المجال بتاع العلاج الطبيعي تحديدا مع الاطفال ذوي الاعاقه في جمعيات متطوعه في الحاجه دي بتشتغل فيها، ف ماشيين فيها. جميل. ان شاء الله نقدر نديهم حقهم يا رب. جميل. طيب دكتوره ريهام، بدايه انا حابه ابدا بيكي. المجال مجال العلاج الطبيعي او مجال اللي هو فيه بعض الاطفال بيكونوا معاقين، يعني اذا رجعنا سنين لورا كان الطفل المعاق لما تدخل بيت ما بتشوفه وما بيشوفوا حتى في المناسبات أو في أي حاجة ممكن تلم الناس. الإعاقة كانت عندنا عيب، ممكن كان يكون طفل جميل جدا وذكي جدا بس إحنا بنحجم مقدراته. بداية كثير من الأمهات بيولدوا أطفال معاقين خلقة يعني ربانية، فعرفينا أكثر عن الإعاقة ومتى ممكن نقدر نطلق على طفل محدد أن الطفل ده هو مصاب بمرض الإعاقة. طبعا مبدئيا كده الإعاقة على حسب منظمة الصحة العالمية بتقول أن الإعاقة هي العجز أو الاعتلال مع قصور في الأنشطة وتقييد في المشاركة. مقصود بالعجز أو الاعتلال هنا التغير أو المشاكل في شكل الجسم أو في وظيفته، مع قصور في الأنشطة اللي بيقدر يؤديها والمهام المعينة الممكن يؤديها الشخص، مع تقييد في المشاركة، تقييد في المشاركة في المواقف الحياتية، تقييد في المشاركة في العمل، تقييد في المشاركة في التعلم، في حاجات كثيرة. وطبعا كما يعني قلتي أنت الإعاقة هي فعلا ممكن تكون إعاقة جسدية ذهنية أو أيا كانت، لكن في النهاية الإعاقة الحقيقية هي في المجتمع بتاعنا اللي بيرفض الشخص اللي فيه بعض الاختلافات. صح. قد تكون اختلافات بسيطة وممكن مساعدته، وقد تكون يعني أكثر شوية محتاجة برضو تأهيل أكثر. على حسب دي كده تقريبا الإعاقات. أنواعها طبعا ممكن تكون أنواع أساسية للإعاقة الذهنية، بيكون عندهم نسبة الذكاء شوية أقل من الطبيعية كمتلازمة داون أو بعض الحاجات الثانية. في الإعاقة الحسية ناس الصم والبكم والبصر، مشاكل البصر. في الإعاقات الحركية ودي الإعاقات اللي فيها كالقدم الحنفاء أو الإعاقات اللي بتكون في الجسم، في تشوه في شكل الجسم، في مشاكل نقص في بعض الأطراف أو في مشاكل في الظهر أو كده. في الإعاقات الإدراك أو اللي هي فيها التواصل، اللي هي فيها صعوبات التعلم، دي ذهنية أكتر. ذهنية، في ذهنية وفي إدراكية الاثنين. في فرق بيناتهم. أيوة نعم في فرق بيناتهم. الذهنية بيكون فيها نسبة الذكاء أقل شوية من الطبيعية، أما الإدراكية فهي بتكون في الوظائف أو معالجة المشاكل في المخ، يعني اتخاذ القرارات، معالجة الحاجات، الأفكار، التواصل وهكذا. جميل. دكتورة عائشة، الاكتشاف المبكر لأي مرض من أهم أسباب العلاج. وكل ما بكرنا وبادرنا في أنه لا نكتشف الأسباب إيه ونشوف
أكيد بننقذ شخص، بننقذ حياته من أشياء كثيرة جدا. أيوة. لكن العلاج الطبيعي أصبح صار يعني أصبح ترياق، الناس بتأمل فيه كثير، في كثير من الأحيان هو فعلا الملجأ أو النتيجة لأنه الناس تتعالج وكذا. بس كمان أحيانا لا الناس بتميل منه لأنه طول الزمن وكذا كده. كلمينا عن الجانب ده، كيف الجوانب النفسية بتتلافوا بأنه العلاج الطبيعي بيحتاج مدة زمنية طويلة، في ذات الوقت هو المنفذ الوحيد للعلاج، صحيح؟ أيوة. عموما هي الإعاقات، العلاج الطبيعي طبعا بيشتغل في الحتة بتاعت الإعاقة الحركية. إحنا دايما بنقول، مش بنقول العلاج الطبيعي، إحنا بنقول التأهيل كبند كامل أو برنامج متكامل. فيه العلاج الطبيعي، فيه تنمية مهارات، فيه تخاطب، فيه تواصل، تمام؟ فالعلاج الطبيعي هو كل واحد فيهم بياخذ زمن طويل. الشغل بتاع التأهيل عموما بتعتبر ممكن نقول عليه برمجة للمخ أو إعادة للبرمجة للمخ. دائما الإعاقات اللي بتحصل، بذات الإعاقات اللي بتكون داخل فيها النخاع الشوكي أو المخ، بيكون في جزء منها يتدمر. الدمار اللي بيحصل للخلايا دي أو الموت اللي بيحصل للخلايا، معناها إنه إحنا عندنا طفل أو إنسان جمارك للحياة، بدل ما يقدر يستخدم 100% من المخ عنده 80% أو 50%. الشغل بتاعنا بيكون إعادة بتاع البرمجة، عشان ترجع تبرمج إنه تخلق وصلات عصبية جديدة، تخلق حياة جديدة. ده حاجة بتاخد سنين معانا، بتعتمد الحاجة دي على الأهل في البيت إذا كان هم بيساعدوا، المحفزات اللي بتتواجد للطفل. مساعدة الأهل بتقتصر في إيه؟ في المحفزات بتقتصر في إيه؟ عندنا نماذج في الشاشة، أنا ما أعرف هم. أيوة. قاصدين تحديدا دي واحد من أنواع الإعاقات اللي هو دي الطفل بتولد بيها، اللي هو اسمه الضمور في المخ. فالطفل الحجم بتاع الراس الطبيعي اللي هو زي الظاهر في الصورة الأولى على يدنا الشمال، في بعد كده الصورة في النص دي في نقص بسيط، الصورة الأخيرة دي في نقص كبير جدا. يعني لو ملاحظين الشكل بتاع الراس زي ما في رأس. نتيجة لإيه بتكون؟ نرجع للأم نفسها، التغذية، الأكسجين في الدم، الكذا الكذا. تمام. طيب. أسباب الإعاقات بشكل عام فيها محاور أساسية. المحاور الأساسية الأم حتى قبل الحمل، في الأم في فترة الحمل، في الأم في فترة الأول جنين ذاته، في فترة الولادة، تكوين وكذا. أيوة. فالأم قبل الحمل حتى ممكن نركز على أنه الأم تكون ذات تغذية سليمة، ما في إجهاد نفسي، تأخذ أيضا من أهم الحاجات عندنا حمض الفوليك أو الفوليك أسيد، لأنه هو الفوليك أسيد مكون أساسي في تكوين الجهاز العصبي للطفل، وأغلب الإعاقات بتكون في الجهاز العصبي للطفل. طيب. جميل دكتور هم دون مقاطعة في نقطة حابة أقف، يعني الفوليك أسيد ده حاجة عشان الأم تكون يعني تغذيتها متكاملة. نعم. لكن نسمع كثير أنه بيقول لك والله الأم اللي بتاخذ حاجات كيميكال، اللي بتستخدم مستحضرات تجميلية فيها نسبة عالية من الزئبق أو من المشاكل المعروفة في الكريمات، اللي بياخذوا حقن تفتيح، حقن نضارة، اللي بيبلعوا أيضا أدوية كسرت يدها كسرت رجلها، فعلا ده ممكن يعمل إعاقة؟ طبعا طبعا. في أدوية لازم في فترة الحمل أو حتى الأم لما تكون ما متأكدة أنها هي حامل 100% لازم تستشير الطبيب. أيضا التدخين للأم المدخن. نعم، لأنه في بعض الأدوية عادية جدا بتسوي سبب تشوهات للأطفال في الأجنة في الرحم، وحتى في بعض المكونات اللي بتكون في مواد مستحضرات التجميل كفيتامين ألف أو غيرها، ريتينول، دي كلها برضو بتسبب تشوهات في الجنين. في بعض الأدوية حتى برضو بتسبب تشوهات للجنين، عشان كده الأم لازم تكون حويطة جدا في فترة الحمل أنها ما تستخدم أي أنواع من الحبوب من غير وصفات طبية، وتبعد عن مستحضرات التجميل خصوصا المعروفة بالنسبة لأنها ممكن تكون تشوهات في الأجنة. عشان كده في فترة الحمل أو قبل فترة الحمل لازم تكون الأم متابعة جدا وحويطة. نرجع برضو للمسببات تاني، ممكن تكون بعض الأسباب في فترة الحمل ذاتها التغذية بترجع لها دور كبير، الإجهاد النفسي له دور، في فترة الولادة، ودي أهم يعني من لحظات المحاور الأساسية، أنه في لحظات الولادة خصوصا إذا كانت الولادة متعسرة أو عندها قبل كده ولادة متعسرة أو حاجة، يفضل الأم أنها تكون في المستشفى، تولد في المستشفى مجهزة كاملة. أيوة. تكون في مستشفى مجهزة فيها أخصائي بتاع أطفال وكده، عشان إذا حصلت مضاعفات للجنين. أحيانا بتحصل بسبب الطبيب نفسه. طبعا اي شيء بيتحمل الخطا. حتى الاطباء في النهايه هم بشر، اكيد بيغلطوا وبتجي لحظات ايوه بيكون فيها الطبيب هو
المخطئ، لكن الأهم أنك تتعلم من الخطأ ده وتحاول. ولو إنه ما مسموح خطأ الطبيب، أي خطأ أي إنسان أو أي بشر، نعم نحن ما محصومين عن الخطأ، لكن خطأ الطبيب تحديدا ما صح. ما مبرر يعني صح. رأي شخصي صح. لكن عايز أتكلم عن جانب آخر برضو، في اعتقاد إنه من أهم أسباب التشوه في الجنين أو الإعاقة إنه الحملة المتأخرة بالنسبة للسيدة عفوا ده حق الأطباء طبعا عمر الأم لو إنه الحملة المتأخر برضو بي يعني بيسبب المعلومة دي حقيقية دي حقيقة 100% لأنه حتى الأم الإمرأة عموما بتفقد من المكونات الأساسية في جسمها، في من المواد المغذية وهكذا، عشان كده برضو الولادة المبكرة في مشكلة والولادة متأخرة برضو مشكلة. يعني احنا نكون خير الأمور أوسطها. لكن دكتور عايش أنا حابة يعني أجيك الحاجة مهمة، نقص الأكسجين مشكلة بواجهها العديد من الأطفال خلال الولادة. يقول لك الطفل ده نقص أكسجين وبالتالي حصل له ضمور في المخ، ضمور، تلقى أن الطفل هو ممكن يكون عمره 17 سنة لكن بيظهر في عمره 7 سنين أو كده، هو ما قادر يعمل أي حاجة. هل تتصور برضو الإعاقة وهل نقص الأكسجين هو من أهم الإعاقات؟ طيب هو نقص الاكسجين ده دائما بيعمل لنا شلل دماغي او الاسم الطبي بتاعه سيريبرال بالسي. دي عيله كبيره جدا ودي من اصعب انواع الاعاقات واكثر الاعاقات التاهيل بتاعها صعب شديد. ممكن متداول انها هي لا تحل، يعني هي ما عندها حل، هو ممكن الزول يتطور في بعض الاشياء يعني يحاول ياكل كده لكن ما في تطور كبير فيها. ايوه هي ما عندها حل لانه طبعا الخلايا تحت المخ ما بتتجدد، يعني ما زي باقي الخلايا تحت الجسم، فالجزء اللي حصلت فيه المشكله دي خلاص اتدمر، خلاص احنا ما عندنا ليه حل تاني. بنشتغل على نشوف الجزء السليم من المخ، بنشتغل على الليونه تحت المخ. الطفل اول ما يتولد مخه ما بيكون مشكل زي مخنا احنا الناس الكبار، فبنقدر نشتغل على الحته دي انه احنا بنخلق وصلات عصبيه ازيد من الحاجه الطبيعيه بالتمارين بالحاجات اللي احنا بنستخدمها، على اساس انه الجزء الموجود في المخ يشيل لنا الشغل بتاع الجزء اللي حصلت فيه مشكله. تمام، فالتطور بتاع الطفل فيما بعد ده بيعتمد على انه المشكله اللي حصلت في المخ قدر شنو. طبعا كل ما كانت المشكله اكبر كل ما كان الناتج بتاعنا احنا اللي قدام هيكون اقل، انه الطفل هيدا في المخ اقل، الجزء المعافى في المخ اقل بالضبط كده، فمعناها انه الاعاقه نسبتها اكبر شديد، فاحنا حنقدر نصل لحاجه بسيطه. يعني في اطفال انا من اول مره لما يجوني بكون عارفه انه الطفل ديه خلاص انا بقدر اصل معه لحد المرحله بتاعت انه هو يقدر يمشي ويعتمد على نفسه. في اطفال تانيين بكون انا عارفه تماما انه اصلا ما حيقدر خالص، انا بكون شغاله معه شغل العلاج الطبيعي كوقايه من المشاكل اللي بتحصل بسبب الرقده بتاعت السرير، او نشوف انه طريقه بتاعت نخليه يكون بس مدموج تبع المجتمع، لكن ما عندنا امل بتاع انه مثلا يقدر يمشي، يقدر يتحرك، يقدر يعتمد على نفسه، فدايما بيكون محتاج للحاجه دي. دي زي ما قلت انه بتعتمد على شنو، النسبه بتاعت المشكله حصلت في المخ. الحاجه الثانيه واهم حاجه قبل قلتها البيئه بتاعت الطفل ذاته، البيئه بتاعت الطفل في البيت، الاهل ذاتهم التعامل بتاعهم في البيت كيف. اذا كان مثلا الطفل ممكن تكون اعاقته مشكله بسيطه جدا لكن في البيت محبوس في غرفه ما بطلعه، الحته بتاعت الخجل، الحته بتاعت انه عيان انا حابعده تماما، شايفين انه عار على الاسره، شايفين انه عار، بيقولوا في اسر لحد هسه حاليا موجوده كثير جدا بيقول لك انه الطفل المريض مش شيطاني، مع انه دائما صراحه يعني ترى عايشه ده ملاحظه بكل هو بركه البيت بكون دائما هو الحاجه الحلوه في البيت. اكيد صراحه يعني انا الحاجات اللي قابلتني كثير انه في اسر كثير بتتقبل الطفل بيقول لك انه سبحان الله جاب بركه يعني للاسره ذاتها. دائما الاطفال ذوي الاعاقه اي هو عندهم مشكله في حاجه بس عندهم قدره في حاجات ثانيه، فالمشكله الاساسيه ان احنا بنشوف المشكله ما بنشوف القدره بتاعت الطفل هي قد ايش. باعاقته دي ممكن يدرس ويتخرج ويكون علم من الاعلام في العالم، فعلا نماذج كثيره جدا يعني احنا بنشاهدها ونتابعها، هم ناس منتجين وبحقوقهم. كونك فقدت عضو من اعضاء جسمك ما معناه انه نهايه الدنيا، لا بالعكس، ممكن عوض ربنا بدي كل انسان ميزه على الاخرين، شوف ميزته وين وموهبته وين وادي دورنا كاسر عشان نقدر نطور فيه. العلاج الطبيعي بيعتمد عليكم بصوره رسميه ام عن المراهم اللي بتستخدموها ام عن الاجهزه؟ وفي السودان الى اي مدى احنا متطورين؟ ده بيقول لك لا نمشي تايلاند نمشي الهند ما عارفه ايه، بيفرق عننا في ايه؟ طيب هو المشكله بتاعت العلاج الطبيعي في السودان انه جديد،
يعني تقريبا اول دفعه تخرجت في السودان قاري علاج طبيعي 2007. قبل كده كان في دكاتره معينين قروه برا السودان وجوا راجعين السودان. الباقيين الشغالين هم ناس فنيين اخذوا كورسات اتدربوا عليه انه يشتغلوا ويجوا يشتغلوا. فالحته بتاعت انه زول يكون اخصائي علاج طبيعي او اختصاصي علاج طبيعي قرا دارس فاهم الحاجات البروتوكولات بتاعت العلاج كلها جديده. الحته بتاعت الاطفال تحديدا ما 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 زي الناس الكبار. الاطفال الناس الشغالين متخصصين اطفال ما كتار شديد في البلد هنا, فدي النقص الثاني الحاصل. هم ما متطورين منا اكثر مننا بكثير, لكن ممكن اقول لك لانه يعني فرق الخبره, هم عندهم خبره اكثر مننا في الشغل. تعتمد بصوره رئيسيه على الطبيب المعالج نفسه. أيوة. ليس الادوات المستخدمه. عاده احنا العلاج الطبيعي للاطفال تحديدا ما بنستخدم فيه اجهزه, ما بنستخدم فيه ادوات. الادوات دائما بتكون يعني حاجات مساعده بسيطه اكثر حاجه. لا احنا بنشتغل حاجه اسمها العلاج باللعب. البرنامج بتاعه احنا عشان نخلق الوسواس باللعب. ايوه باللعب, باللعب اللعب العادي بتاع يعني الأطفال. اي دائما العلاج بتاع الاطفال بتلقوا في كميه بتاعه العاب موجوده في المكان. الطفل الطبيعي عموما او اي طفل عشان يتعلم اي حاجه بيتعلمها عن طريق اللعب. انا داير اثبت راسي بثبته عشان انا داير اركز معك, داير اشوف انت بتعمل في شنو, بحاول ابتدي يتحرك لانه انا دارس للعبه دي. بيلعب بيكسر بيفرتك دي بيتعلم الحاجه. فاطفالنا عموما بيكون عندهم المشكله بتاعت انه يقدروا يوصلوا للعبه, فاحنا دائما بنقوم اللعب بيكون هو محفز للطفل انه يحاول يعمل الحاجه. العلاج اي مشكله بتاعت مخ واعصاب احنا ما بنشتغل انه انا حاعمل لك, الطفل لازم هو يحاول يعمل, انا بوريه الطريقه وهو يعمل. فهو عشان يعمل محتاج شنو؟ محتاج محفز. المحفز بالنسبه للطفل اللعب. فبنجيب اللعبات دائما بنشتغل بها, انا بوري الطفل الطريقه اللي انت مفروض تشتغلها بها كيف, والباقي على الطفل بعد كده. فدايما دي برضو من حاجات بتعتمد على العلاج لما يكون الطفل, لان الاطفال اصلا طبعته مسكين ما بحاول يلعب او خجول, أو خجول. علاجه بيكون صعب معانا لانه كيف اقدر احفزه عشان اقدر يعمل الحاجه. يعني انا راقد في السرير خلاص بالنسبه لي دي الحياه. ممكن الطفل الخجول ذاته بيكون بسبب العائله اللي هي ما ادته فرصه يقابل ناس او يختلط بالمجتمع. يعني ايوه العائله عندها دور اساسي اعتقد. احنا من الوصايا الاساسيه دائما بنقولها لامهاتنا لما يجون للعلاج, حاول يخلي طفلك يعمل حاجاته براه. ليه؟ لانه انا الطفل بالنسبه له الحياه داير ياكل داير يشرب داير يلعب داير ينوم. لما انا اكون راقد في السرير يدوني اكل وانا راقد في السرير, يدوني اشرب وانا راقد في السرير, انا نايم مرتاح ما عندي اي مشكله, وسخان بيحموني بجيبوني يخدوني ماكل شارب نايم نظيف من غير ما اتعب. في زول عاقل بيكون داير يتعب؟ طبعا لا. فالطفل بيكون بعد كده شنو؟ انه خلاص محتمل تماما على الام. ايوه فدايما الحاجه الاساسيه بنقول انه الطفل لازم يخلوه انه يحاول يعتمد على نفسه. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه على النشاط. نعم ايوه يختلط بالناس. يعني لما نشوف الاطفال الثانيين بيجروا بيلعبوا قدام وبيبتدي يغير, الاحساس بتاع الغيره ده انه انا داير الحقهم. يعني انا راقد في السرير براي ما معي اي زول وكل الاطفال جروا طلعوا برا, حيبتدي الطفل يغير, حيبتدي يكورك انه انا داير اصليهم برا. دي الحاجه اللي بيكون المحفز الاساسي بالنسبه للطفل انه يحاول يتحرك, او انا راقد في حاجه حاصله بوراي فاتقلب عشان اشوف الحاجه اللي حاصله بوراي دي. جميل جميل. ممكن دكتوره ريهام على عجل, يعني انا حابه اجيكي لاهم المشاكل اللي تواجه العلاج والاعاقه في السودان واهم النواقص اللي احنا محتاجين لها اللي هي رقصة يعني ابنائنا وبناتنا لانهم يتعافوا ممكن حتى يتطوروا في مرحله الاعاقه بتاعهم. طبعا اهم المعوقات للحصول او الوصول حتى للعلاج الطبيعي هي أول حاجة عدم المعرفة بأهمية العلاج التأهيلي والعلاج الطبيعي, دي من برضو من أهم الأسباب. ثانيا حتى صعوبة الوصول للمراكز اللي ممكن يكون فيها علاج طبيعي أو تأهيلي. المراكز في السودان عموما بتتوفر لنا في العاصمة بعيدا عن المناطق الريفية, بعيدا عن الأماكن اللي فيها كثير من الحالات لكن تنقصها اليد العاملة أو ينقصها الشباب. برضو قلة العاملين في المجال الصحي أو العاملين في المجال الإعاقات عموما من أخصائيين مخ أعصاب, من أطباء عموميين, ومن حتى من أخصائيين علاج طبيعي. وحتى أيضا يعني
قلتهم عددهم زائد قلة خبرتهم أيضا زي ما قالت دكتورة عائشة، لأنه العدد يدوب شوية شوية، الناس بدأت تعرف المجال أكثر. زائد التكاليف المادية، التكاليف المادية عالية، المبالغ تكاد تكون من أسباب الأساسية في السودان بالذات، لأنه الطفل ما يقدر يتلقى العلاج، لأنه سواء كان عايز يعمل فحوصات أو صور أو حتى عايز ياخد علاجات أو كده كلها مكلفة وغير متوفرة. حتى يعني في بعض الأدوية بتكون غير متوفرة، المراكز غير مدعومة طبعا، المراكز غير مدعومة، الأدوية غير مدعومة، ما عدا في بعض الجهات المعينة الممكن تكون بسيطة جدا، ممكن تقدم الرعاية الصحية مجانية، لكن أيضا ما بتقدر تقدم الأدوية مجانية، ما بتقدر تقدم بعض الفحوصات اللي هي تكاد تكون غالية شديدة على الأهل ومكلفة جدا. وأغلب الأسر البسيطة اللي ما بتقدر حتى تصل للجهة الأساسية للعلاج، ما بالك أنها تقدر تشتري الأدوية أو تقدر توفر للطفل تغذية سليمة أو حاجات كثيرة. فدي معوقات أساسية في بلدنا، حتى في العالم كله ما بس في بلدنا. كلام محزن بصراحة، وخاصة أنه معظم المصابين من الأطفال وبيحاول أنه ديل بكرة يعني نخفف عنهم الآلام قبل كل شيء، قبل أن نقدم منهم نماذج للمجتمع بنحاول نخفف عنهم الآلام. الكرة في ملعبكم رجال البر والأحسان ورجال الأعمال، ادعموا الجانب ده، محتاج لدعمنا عشان بكرة أفضل إن شاء الله ويكون مجتمع صحي. الموضوع يطول، إن شاء الله حتكون معنا، عندنا حلقات كثيرة في ذات الموضوع وتكونوا معنا بإذن الله. شكرا جزيلا دكتورة ريهام الطيب، شكرا جزيلا دكتور عائشة الشامي. وأخيرا رسالة للمجتمع قبل الأسر، تفضل ريهام. بقدم رسالة لكل الأهل، كل المجتمع، أنه الطفل ذوي الأطفال ذوي الإعاقة هم أشخاص طبيعي عاديين زينا، من حقهم يكون عندهم فرصة كاملة لتلقي العلاج، تلقي الحياة والدمج في المجتمع. فرجاء ما ننظر لهم بنظرة نقص، أو حتى ما ننظر لهم بنظرة مختلفة، نعترف بهم. لأن نظرة الإشفاق دي نفسها ممكن تكون هادمة للعلاج وأثرها صعب أكبر. جدا، هي مش ممكن أكبر. هي مؤكد هادمة للعلاج للأسف، يعني حتة أنه عند الأهل تحديدا أنه مسكين عيان نعمل له وبتاع، الدلع الشديد اللي بيكون للطفل، فبخلي الطفل الجانب المعنوي أهم حاجة في العلاج، صحيح؟ فالحتة بتاعت إنه لما توصل للطفل رسالة إنه أنت ما قادر، الطفل عمره ما حيقدر يعمل حاجة خالص، صحيح، لأنه هو بيقوم بالفكرة بتاعت إنه أنا ما قادر أعمل، فمعناته أنا ما حاعمل. بدل ما إحنا يعني نقلل ونحجم من قدراتهم، يعني إحنا نطور فيهم ونقدم إحساس الثقة اللي أيوة. أكيد حتوصلهم وحيكونوا هم قادرين يبنوا حياتهم مستقبلا. شكرا دكتورة عائشة الشامي، شكرا دكتور ريهام الطيب، وما زلنا متواصلين معكم في حلقتنا لليوم. لكن قبل ما نمشي من الفقرة دي، رجاء نكونوا أنتم الدعم الأول والأخير لأبنائكم، الأسرة، وخاصة أنت كأم، انت اللي بتبني وانت اللي بتهدمي وانت اللي بتدي احساس القوه واحساس الدافع والاصرار والعزيمه، خليكم انتم القوه لهم. فاصل قصير وعوده لكم من جديد.